إذن هذا هو الفيديو الذي قمنا بتسجيله. إذا أردنا مثلا أن نقوم بإضافة موسيقى إلى الفيديو فقط نقوم بسحبها هنا ضغطة مطولة. إذن هذه هي واجهة البرنامج أو اليوزر انترفيس الخاص ببرنامج الكامتازي ستوديو 9 التابع لشركة تيكسميث. عند انتهاء حدودها في الخط الزمني أو التايم لاين سوف تختفي من على الفيديو. تمام. إذن هذه هي واجهة البرنامج. موضوع الفيديو الخاص بنا اليوم ليس إضافة صور أو إضافة موسيقى.